كنت متجها إلى عملي عصرا على الوقت تماما، ولا يمكنني التأخر ولو دقيقة. وإذا بإحدى السيارات تغلق علي طريق الخروج، فالتفت حولي باحثا عن صاحب تلك السيارة فلم أجده، فسألت المارة ولكن دون شفاء لسؤالي. والوقت يمر وأنا متضايق جدا، يعني لماذا أوقف سيارته بشكل يغلق على سيارتي؟ ما هذا الاستهتار؟ فسألت أمن البناية المجاورة عن صاحب تلك السيارة، ربما يعرفونه. وبالفعل عرفوه واتصلوا به، ولم تمض 5 دقائق إلا وكان حاضرا. كنت غاضبا جدا، فوقتي ليس بالمجان. أردت أن أتجادل معه لعل ذلك يخفف من غضبي، ولكنني اخترت أن أعاتبه بطريقة أكثر تحضرا وذكاء. فقلت له بابتسامة مصطنعة: أين أنت يا رجل؟ لماذا تحجزني كل هذا الوقت؟ أوراقي سليمة، وقصدت أن أوراق سيارتي سليمة. فابتسم ذلك الرجل واعتذر وقال: أنا بالفعل شرطي. وأخرج من جيبه إشارة تدل على ذلك، وأكمل قائلا: أنا أعتذر منك، لم أتوقع أن تخرج بهذه السرعة. تخيل لو أنني غضبت وصرخت عليه، هل ستكون النتيجة لصالحي؟ لا أعتقد، حتى لو لم يكن ذلك الشخص شرطي. ولكن على الطرف الآخر تبادلت الحوار مع شرطي، انتهى بقوله: من أين أنت؟ من فلسطين، نحبكم إخواننا الفلسطينيين، إذا لك أي احتياج فقط أخبرني، هذا رقمي. السلام عليكم، أنا محمد غنايم. لا تكن اندفاعيا، جملة قالها لي والدي قبل حوالي 10 سنوات عندما كنت في قمة عنادي وانفعالي الزائد. قال: يا بني، لسانك عضلته إرادية، فالكلمة الطيبة والخبيثة بكامل إرادتك، فلا تكن اندفاعيا واختر الكلمة الطيبة. ولكنني وقتها لم أقتنع بما قال والدي، واعتقدت في نفسي أن من تستحق الكلمة السيئة يجب أن تقال لا، والعكس صحيح، وهذا خطأ تماما. فأملت ذلك الموقف طوال الطريق المؤدي إلى المشفى وأنا أقود السيارة. كنت وحدي ولكنني كنت أبتسم للطف الله ولعدم اندفاعي. وأردت منك أيضا أن تبتسم مثلي في المواقف التي ستمر عليك في حياتك. فالاندفاع هو التصرف بسرعة دون تفكير مسبق، يعني كما تعلمون الاندفاع يعني الانطلاق بقوة كما في السيارات. ولكن يا صديقي، في الحياة هناك قانون: في التأني السلامة وفي العجل الندامة، فلا تندفع وتأنى. تكلمنا سابقا عن كيفية معالجة الغضب، وكيف أن الإسلام يحثنا على كبت غضبنا نوعا ما. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: لا تغضب. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى تصرفات تحد من هذا الغضب، مثل الوضوء أو تغيير المكان. ولكن مسألة الاندفاع برأي الشخصي لا تندرج تحت مسألة الغضب بشكل مباشر، فقد يكون هناك شخص هادئ جدا ولكنه مندفع، يعني كما يقال في العامية بعض الأشخاص اللي في قلبهم على لسانهم، يعني دائما تجده لا يفكر بأفعاله وأقواله، تجده بريء اجتماعيا، والأسوأ أن يكون جارح اجتماعيا. يعني كيف لا أكون اندفاعيا؟ يعني لا أريد أن أكون ذلك الشخص الذي يقال عنه اللي في قلبه على لسانه. قد تسأل: إذن ضع فلاتر على أقوالك وأفعالك، فكر ثم فكر قبل أن تفعل أو تقوم بشيء، ثم افعل وقل. يعني ليس عيبا أن تفكر 30 ثانية بعد أن يسألك شخص سؤال ما، ليس عيبا ما دام جوابك لن يضعك ضمن الجارح اجتماعيا أو الساذج اجتماعيا. في صغري كنت عنيدا جدا، ربما مثلك الآن. تعرفون العناد صفة جيدة في الرجال كما الحياء في النساء، واستمريت على ذلك النحو طوال فترة مراهقتي. كنت أتعجل في أقوالي وأفعالي، بل وأثبت عليها من باب العنادة، وهذه التصرفات خاطئة تماما في وقتها كانت. وعندما اقتربت لم تشفع لي تلك العنادة في التكيف مع من حولي، فكما تعلمون أساس التعامل بين المقتربين أو الطلاب بشكل عام هي المصالح ثم الاحترام المتبادل. لذلك كان لابد علي من تطويع شخصيتي، فأصبحت رويدا رويدا أحاول أن أعدل ما نقش في الصخر من صغري. وهل نجحت في ذلك؟ يعني لا أعتقد، ما زلت عنيد إلى الآن، ولكن يعني الآن ربما عنيد على الحق. برأيي الشخصي إذا أردت ألا تكون اندفاعيا عليك أن تفكر في العواقب التي ستحصل مما تقول أو تفعل، ثم قل وافعل. تحمل المسؤولية من أهم الأمور التي تقيدك من أن تكون اندفاعيا. عندما تشعر أنك صاحب مسؤولية ما، هذا الأمر يخفف من اندفاعك، يجعلك تفكر في الأمر من أكثر من زاوية، وبالتالي للشخصية المرنة. أريد أن أخبرك الآن بموقف، ولكن أرجوك أكتب لي في التعليقات ردة فعلك على هذا الموقف دون أن تجمل هذه ردة الفعل الخاصة بك. وإذا كان رد فعلك اندفاعي، أريد منك أن تقرأ كتاب قوة التحكم في الذات للدكتور إبراهيم الفقهي. جاز الموقف؟ الموقف هو: كنت تسير في الشارع وإذا بشخص غريب يوقفك ويقول لك: هل معك ولاعة أو قداحة أو لا أعلم ماذا تقولون عنها في بلدكم؟ وأنت أخبرت أنك لا تملك، ولكنه رد عليك قائلا: أنت كاذب. واعترض طريقك، يريد افتعال مشكلة معك، كيف تتصرف؟ طبعا أحبتي في الله، هذا الموقف يعني حدث حقيقة معي عندما كنت في قمة مراهقتي وقمة عنادي. لا أريد أن أخبركم عن ردة فعلي، ولكن أخبرني أنت كيف ستتصرف في مثل هذا الموقف. شاركني برأيك في مكان التعليقات، ودمتم في أمان الله.